السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في محاضرة جديدة من كورس الرسم الاحترافي بالرصاص. هنبدأ نتكلم النهاردة عن محاضرة جديدة مهمة جدا جدا، هي رسم تظليل النني بتاع العين. يمكن النني ده هناخد فيه محاضرة كاملة عشان فيه تفاصيل كتير جدا هنبدأ نتكلم عنها. صدقوني هنقول لكم معلومات يمكن محدش قالها قبل كده، مش موجودة اصلا على الانترنت لحد دور عليها يعني، تمام؟ حاجات الناس بتكسل تقولها او ما بترضاش تقولها، حاجات زي كده يعني، بس هنقول حاجه مهمه ان شاء الله تعجبكم. طيب اول حاجه هنبدا نتكلم عن النني بتاعنا. النني اللي جوه العين هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن دايره مش كوره. احنا المره اللي فاتت قلنا العين عباره عن كوره، لما جينا رسمنا العين رسمنا كوره صح كده، وقلنا العين عباره عن كوره. طب ليه بنقول العين كوره والنني دايره؟ بنقول ان العين كوره والنني دايره علشان لما نيجي نرسم العين من الجنب، فالكرة بتاعتي هلفها هيبقى نفس الاوت لاين بتاعها هو مش هيتحرك صح او مش هيتغير. طيب لكن النني لو انا هرسم عين من الجنب، يعني مثلا هرسم عين بص الناحيه دي، فالنني شكله عامل ازاي؟ عامل كده بيضاوي صح كده، لكن مش ايه، مش هاجي ارسمه دايره كامله صح كده. فاحنا بنقول ان النني ده النني اللي هو الجزء اللي بيكون جوه العين ده، تمام، ودي الكوره بتاعتي. فالنني ده عباره عن دايره والعين عباره عن كوره. طيب تعالوا ناخد النني ده لوحده نطلعه بره كده نكبره. لو احنا اخدنا الدايره بتاعتنا دي كده وكبرناها، ففي الاول هي عباره عن ايه؟ هي عباره او الشكل من جوه عباره عن ايه؟ عباره عن عضله. النني ده نفسه عباره عن عضله. الاول بيكون في عندنا هنا كده دايره تانيه جوه اسمها البؤره بتاعت العين، ودي بيكون دايره جوه. احنا عندنا دايره كبيره اللي هو النني اللي بيكون ملون، تمام، اللي بيكون فيه شرط والكلام ده. وبعد كده عندنا ايه؟ دايره اصغر اللي هي بتكون البؤره بتاعت العين. طيب تعالوا ناخد كده حته حته. البؤره دي عباره عن ايه؟ البؤره دي عباره عن حفره جوه العين، ثقب في العين، تمام كده. طيب الحفره دي هي اللي بتدخل لي اضاءه جوه عيني عشان اقدر اشوف، لان النور بينعكس على الشكل وبعد كده ينعكس جوه عيني صح كده، فبيعمل لي ايه؟ فبيخليني ان انا اشوف. النور بيخش جوه عيني منين؟ من البؤره دي، من الحفره دي. طيب الحفره دي هي مكان صغير جدا في البورتريه، مفيش اي مكان في البورتريه بيخش له اضاءه قليله قد اللي بتخش جوه للبؤره دي. طب معنى كده ان هي اغمق حاجه في البورتريه، يبقى انا عندي اغمق حاجه واسود حاجه عندي في البورتريه هي الايه؟ البؤره دي. طيب الكلام ده بيوضح امتى؟ الكلام ده بيوضح لما بيكون حد عينه ملونه، بنلاقي عنده ان الجزء ده ملون اخضر والكلام ده، والدايره اللي جوه دي سودة خالص كده. يعني لما برسم حد عينه ملونه كده مثلا سريعا كده، فرسمنا الجفن بتاعه مثلا كده، وجينا رسمنا النني بتاعه اللي بيكون جوه مثلا، ماشي، وبعد كده في عنده بيكون دايره صغيره كده، الدايره دي هي دي البؤره بتاعتنا او الحفره بتاعتنا، دي بتكون باينه عند حد عينه ملونه ان هي بتكون ايه؟ سودة كده او غامقه جدا. طيب النني بقى ده نفسه عباره عن ايه؟ النني ده نفسه عباره عن عضله، العضله دي هي المسؤوله ان هي تقفل البؤره دي او تفتحها. ما هي البؤره دي بتكبر وبتصغر على حسب الاضاءه، يعني لو في اضاءه قويه فهي بتصغر عشان ما تاذيش عيني، يبقى البؤره دي ملهاش نسبه ثابته عشان لما يجي حد يرسمها ما يجيش يحفظ شكل معين وراح مطبقه وخلاص، لازم تبص على شكلها في الصوره لانها بتكبر وبتصغر على حسب الاضاءه. طيب فالنني ده هو العضله المسؤوله ان هي تكبر البؤره دي او تصغرها. حلو جدا. العضله دي كلها على بعضها حته واحده، كلها على بعضها ايه؟ حته واحده، مش شعيرات، ما فيهاش فراغات، ما فيهاش قطعات من جوه. هوريكم صوره بتبين لكم الكلام ده. طيب يعني النني ده ما فيهوش قطعات، ما فيهوش حفر، يبقى ما اجيش ارسم العين امسك النني بتاعي وافضل شورت 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 عشان يبقى واقعي. لا طبعا ده غلط جدا جدا جدا. طيب الشورت اللي انت بتعملها دي معناها ايه؟ الخط الغامق معناه حفره او ثقب. فانت لما تيجي تعمل جوه النني خطوط غامقه، فده معناه ان انت بتعمل ايه؟ حفر جوه العين، قطعات جوه النني، وده مش طبيعي ومش واقعي. طيب الخطوط اللي احنا بنشوفها دي احنا فعلا بنشوف خطوط في الحقيقه. طيب تكوين العضل الاول نفسه بيكون فيه زي حاجات اللي هي زي الشعيرات اللي بنشوفها الملونه دي. دي ملونه فاتحه يعني، انت ازاي ترسمها بقلم غامق؟ انت لو حابب ان انت ترسمها انت ترسم اللي حواليها، الاماكن الغامقه اللي حواليها، لكن مش هترسمها هي. يبقى ما ينفعش امسك القلم وافضل اعمل كده عشان يبين لي الشعيرات دي، صح كده؟ دي غلطه متكرره عند ناس كتير جدا جدا جدا. طيب انت اولا لما تيجي تشوف الصوره انت مش هيبان عندك اصلا الشعيرات دي، انت بيبان عندك تانيات في العضله، يعني بتشوف ان العضله دي فيها جزء متني كده او متطبق كده، فده بيكون غامق شويه،
طيب يعني الجزء الغامق اللي هنعمله غامق ده بيكون تانية، ما بيكونش قطع. طب ومعنى ان هو تانية ايه؟ يعني مش حفرة، مش خط اسود، صح؟ يبقى ما ينفعش امسك القلم واجي على الخطوط دي وافضل اعمل اسود 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 اسود. الخط الاسود ده قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان هو معناه قطع، معناه الحتة دي متقطعة بتظليل، ان انا بعمل كده حتت كده بصوا من غامق وابدا ادرجها الفاتح، مش كلها نفس الخط ومش كلها نفس الدرجة، وما اجيش اعمل شرطة كده وخلاص. طيب احنا قلنا ان البؤرة دي عبارة عن حفرة، صح؟ وانني عبارة عن عضلة. طيب الحفرة دي كده او الاول الحفرة دي مكان داخل جوه، فعشان كده غامق. انني بيجي من عند الجزء ده بيبدأ يبرز شوية عن الحفرة، وبعد كده في النص هنا بيكون بارز اكتر كمان من الحفرة او من بداية النني، وبعد كده الحرف هنا بيكون داخل لجوه شوية. طب يعني ايه عمالين نقول انه يبرز ويخش لجوه؟ بص، الحاجة اللي بتبرز في الرسم معناها ان هي فاتحة، والحاجة اللي بتخش لجوه معناها ان هي غامقة. يعني انا لو مسكت القلم وقعدت اعمل كده من غامق لا افتح لا افتح لا افتح لا افتح لا افتح، فده معناه ان انا بعمل ان دي كأنها حفرة داخلة لجوه. طيب حلو، يبقى انا عندي النني جاي من هنا من جوه لبره لبره لجوه. يعني ايه؟ يعني في التظليل او بلغه التظليل غامق، افتح افتح حاجه في النص وبعد كده هنا غامق. مش بنيجي نشوف عند ناس علامه ملونه ان الحرف بتاعهم بيكون غامق؟ طيب حلو، هو الحرف ده بقى حفره زي البؤره ولا هو جزء داخل لجوه شويه؟ لا، هو داخل جوه شويه مش حفره. فمعنى كده ان انا ما ينفعش اروح ماسك القلم وابدا اعمل هنا اسود 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 لنفس درجه البؤره، لان ده ساعتها يبقى انا كده عملت ايه؟ ان البؤره دي ان حرف النني ده حفره زي البؤره، يبقى كده الرسمه بتاعتي باظت. حلو، لان احنا كنا اول حاجه بنعملها عشان العين تطلع خضرة كده نخضرها نروح ماسكين حرف النني اسود اسود اسود، صح كده؟ فدي كارثه طبعا. طيب تعالوا نبدا نظلل ده. مثلا انا لو هبدا اشتغل من غامق لافتح 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 وفي النص افتح حاجه والحرف اغمق. طب ثانيه واحده بس، دلوقتي احنا قلنا ده عباره عن حفره وده عباره عن عضله، ازاي بيحصل لمعه؟ ازاي بتحصل لمعه بيضه لما انا دلوقتي عندي ده مثلا حفره فمش هتعكس، مش هتعكس اضاءه، وده عضله فمش هتعكس اضاءه. طب ايه اللي بيعكس اضاءه؟ بيكون عندنا غشاء كده بيحفظ لي انني من بره، حاجه عامله زي العدسات بالظبط اللي بتتلبس، ده بيكون عامل زي الازاز شفاف، هو ده اللي بيعكس لي الاضاءه جوه العين. حلو، فاحنا عندنا غشاء فوق النني كده، حلو، شفاف، تمام، هو ده اللي بيعكس لي الاضاءه. طيب عامل زي الازاز. طيب لو انا ازاز، لو انا ببص على اي حاجه ازاز فهلاقي نفس صورتي موجوده جواها، صح؟ يعني لو شكل الاضاءه اللي موجوده عندي هنا معكوس جوه الازاز بتاعي فنفس الشكل الاضاءه اللي هرسمه. فمعنى كده ان الاضاءه جوه النني ملهاش حاجة ثابتة، لأنها تتغير مع حركة العين لو أنا بص فوق أو تحت أو يمين أو شمال، وبتتغير كمان مع إيه؟ مع شكل الإضاءة، وبتتغير كمان مع مكان الإضاءة. يبقى ما ينفعش أثبت لنفسي في كل الرسومات دايرة هنا ودايرة هنا وفي كل الرسومات بتاعتي عندي لمعة هنا ولمعة هنا، صح كده؟ فدي كارثة، غلط جدا جدا، ما ينفعش. طيب لازم ابص على شكل الاضاءه اللي موجود في الصوره وابدا ارسمه، سواء كان شكله بقى مربع، في شباك مرسوم جوه هرسمه، في واحد قاعد جوه هرسمه، ايا كان الشكل اللي موجود جوه النني هرسمه بالظبط. طيب حلو، في حاجه بتقول لي ان اللمع جوه النني عكس اتجاه النني. يعني ايه؟ يعني لو انا برسم العين دي باصه الناحيه دي يبقى اللمعه الناحيه دي. طب تعالوا نشوفها كده في تطبيق. يعني انا مثلا لو انا جيت رسمت عين دلوقتي مثلا كده ورسمت النني بتاع العين دي اتجاهه كده باصص في الاتجاه ده، تمام كده؟ يبقى ساعتها اللمعه اللي موجوده عندي هنا في العين لازم تكون موجوده هنا، ما ينفعش تكون موجوده في النص ده، ما ينفعش، لازم في النص ده. طب ولو رسمت العين باصه الناحيه الثانيه نفس الفكره، الاقيها في النص الثاني بتاع العين. طيب عارفين لما كنا بنيجي نرسم العين باصين في نفس الاتجاه في بورتريه ويطلع احول برضه، يبقى احنا عاملينه باصين الاثنين مظبوطين في نفس الاتجاه وبرضه احول. المشكله كلها في اللمعه بس، احنا كنا بنفضل نشقلب في النني ونجيبه يمين شويه وشمال شويه ونتشقلب فيه عشان يتظبط وما بيتظبطش. فالمشكله كلها فين؟ في اللمعه بس اللي جوه. طيب حلو، دلوقتي انا قلت لو انا بص الناحيه دي الاضاءه العكس، صح؟ ولو بص الناحيه دي الاضاءه العكس الناحيه الثانيه. طب لو بص في النص، يعني لو برسم واحد بص قدامه كده الاضاءه هتكون فين؟ الاضاءه بتكون عامله توازن ما بين النص ده والنص ده في النني. يعني ايه؟ يعني لو انا برسم واحد بص قدامه يا اما هلاقي لمعه هنا ولمعه هنا، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي، او هلاقي لمعه تحت بس نصها الناحيه دي ونصها الناحيه دي، مش مرميه في نص واحد، او هلاقي لمعه فوق بس نصها برده الناحيه دي ونصها الناحيه دي، تمام كده؟ او ممكن الاقي لمعه في السنتر اللي جوه اللي هي في البؤره نفسها،
في الحته السوداء دي هلاقي فيها حته فاضيه كده، هي دي اللمعه بتاعت العين. طيب الحركه دي بصه قدامها، ما خليش الاضاءه في جنب واحد واسيب الجنب التاني مظلم، لازم يكون في اضاءه في الجنبين او في السنتر او تحت، بس مرميه نصها الناحيه دي ونصها الناحيه دي، فاهمين كده؟ لكن ما ينفعش تكون مرميه في جنب واحد بس. طيب تعالى اقول لكم على حته كده، بس هي للي يلقطها يعني، فاهمين كده؟ اللي يركز فيها ويلقطها. مش احنا قلنا ان الاضاءه بتتغير على حسب حركه النني؟ وده غلط. الاضاءه مش بتتغير على حسب حركه النني، الاضاءه بتتغير على حسب الشخص اللي بيشوف، الشخص اللي بيبص. نفهمها تاني كده، معلش انا عارف ان هي تقيله شويه بس نفهمها تاني. الاضاءه دي بتتغير على حسب الشخص اللي بيشوف، الشخص اللي بيبص. يعني ايه؟ يعني انا لو انا باصص عليك وانت واقف في جنبي، تمام كده، وانا بص عليك بص لك بالجنب اهو، فانت ساعتها هتشوف الاضاءه عندي عامله توازن ما بين النصين، مع ان انا بص بالجنب، حركه عيني بالجنب، بس انا باصص لك انت، فساعتها انت هتشوف الاضاءه عامله توازن ما بين النصين. او مثلا انا واقف مثلا بص لشخص فوق، هو فوق وانا باصص له هو، فبرضه هيلاقي الاضاءه عندي ما بين النصين. طب لو واحد بص واقف مثلا في جنبي وانا ببص قدامي عادي جدا، فهو هيشوف الاضاءه عندي في النص التاني، فاهمين كده؟ فالاضاءه بتتغير على حسب الشخص اللي واقف. طيب عشان كده بنقول ان الحركه دي بتعمل العين بتبص عليه في كل الاتجاهات. يعني مثلا لو انت بتصورني بالموبايل فانا بوصل للكاميرا، فالكاميرا هتشوف الاضاءه اللي جوه عيني في النص ده قد النص ده، فساعتها هبقى انا يعني باين انا ببص للكاميرا، الصوره اتلقطت خلاص. انت هتيجي تبص للصوره في اي اتجاه هتشوف نفس الفكره، هتشوف ان انا ببص للكاميرا، فهتشوف ان انا باصص لك، فاهمين؟ دي حته كده اللي يلقطها بسرعه. طيب تعالوا نبدا نطبق ده على رسمه عين، والمحاضره الجايه هنبدا نتكلم فيها عن تظليل العين من بره، وهنتكلم عنها بالتفصيل الممل واماكن العظم وحاجات زي كده. يا رب تكون المحاضرات بتفيدكم وتكونوا بتستفادوا فعلا فعلا من الفيديوهات دي. اكيد مش هبقى احتاج اقول لكم يعني انتوا تعملوا شير بقى ولايك وكده، يعني ظبطوني. يعني انا بسجل لكم فيديوهات والفيديوهات اللي بتجيلي قليله يعني، بس انا عشان حابب الناس تستفاد اكتر، فانتوا ظبطوني بقى شير وكده ودلع لو انتوا عايزين يعني. طيب هبدا مثلا ارسم النني هنا بتاع العين. بصوا كده لما باجي ارسمه ما باجيش اعمل يعني، عشان في ناس بتيجي تعمل كده، تيجي ترسم الجفن بتاع العين ودايره هوب، لا انا ما باجيش اعمل كده. يعني باجي ارسم الجفن بتاع العين وبعد كده احط نقطه بدايه ونقطه نهايه وابدا ارسم ده بكيرف وابدا اظبطه واظبطه والناحيه الثانيه بكيرف لغايه لما يبدا يظبط معايا ان هو هيكمل لي دايره، يعني الشكل كامل على بعضه ويديني دايره. طيب اول حاجه هبدا ان انا ارسمها، هبدا اعمل البؤره بتاعتي اللي جوه. البؤره دي بتكون ظاهره على حسب الشخص اللي انا برسمه هو عينيه ملونه او لا. يعني لو الشخص اللي انا برسمه ده عينيه مش ملونه البؤره دي مش هتظهر، حلو؟ هتلاقي عندك الدرجات النني بنفس درجات البؤره. فمحدش يحفظ الشكل ده ويطبقه خلاص. وهبدا اغمق البؤره بتاعتي. طيب الاول عشان في مشكله وفي كارثه عندي بفضل انساها على طول. ايه هي؟ ان انا بنسى اضاءه العين، الاضاءه هي فين؟ وما ينفعش امسح جوه النني خالص، كارثه. فلازم احدد لنفسي المكان الاضاءه اللي انا هرسمها، فهقول مثلا ان انا هعمل اضاءه هنا او لمعه هنا ولمعه هنا. لازم اعملها بخفيف جدا جدا جدا، ما ينفعش اروح ماسك القلم هنا لمعه واروح محدد كده باسود، الرسمه باظت. طيب هبدا بعد كده ان انا اكمل الاضاءه بتاعتي اللي هي السوداء اللي جوه هنا، عشان ما عنديش لمعه جوه، انا عملت ان الرسمه بتاعتي اللمعه بتاعتها بره. وبعد كده هبدا اطلع من غامق لافتح افتح افتح اهو، بطلع من الغامق بدرجات افتح، في النص هنا افتح حاجه، وبعد كده الحرف بتاع عينيني هو اللي بيبدا ايه؟ يغمق شوية. طيب في الأول كده الإضاءات اللي أنا حطيتها دي أو الأماكن الغامقة والفاتحة والدرجات دي أنا عاملها خفيفة علشان نبدأ نظهر الشكل. مش كل الصور وتقريبا تلات أرباع الصور مش هتشوف فيها الدرجات الفاتحة دي، بتبدأ تغمقها شوية، أنا هبدأ أغمقها معاكم، بس عشان أبدأ أوريكم الأول بس الأماكن الغامقة والفاتحة والتقسيمات دي. تمام كده؟ فمش شرط ان انت ترسم الناس كلها عينيها خضراء، ما تجيش ترسم الناس كلها بدرجات فتحه زي كده، فانت عملتهم كلهم عينيهم ملونه، لا ارسم اللي موجود في الصوره قدامك بالدرجات الموجوده في الصوره قدامك، يعني حتى لو الصوره كلها كل نيني درجه واحده ومفيش غير مكان لمعه بس، اعمل كده، اعمل زي اللي في الصوره بالظبط. اول حاجه ان انا عندي الجفن ده زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان هو ليه سمك او ليه تخن، فهو هيرمي ظل اكيد على النني، فلازم يكون الجزء اللي فوق من هنا في النني بيكون غامق، وفي تلات ارباع الصور بيكون غامق جدا لنفس درجه البؤره لان الظل اللي عليه بيكون كتير،
فعشان كده بنبدأ نغمق الجزء ده، وده بيظهر لي جدا جدا الجفن اللي فوق. بيبدأ يبين لي ان النني ده داخل تحت الجفن، ان الجفن ده بارز شوية عن النني. طيب، وابدأ ادرج التظليل بتاعه من غامق لافتح 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 على حسب الدرجات بتاعتي اللي نازله تحت. نبدأ بعد كده لو انا عايز اعمل بقى الخطوط او الاماكن اللي جوه. بص، الخطوط اللي جوه دي هي بتبقى بتظليل زي ما قلنا، فما بجيش اعملها ايه خط يعني شرطه كده. انا ممكن اجي اعملها كده اللي هو كاني بظلل بالطول، بس بحاجه بسيطه جدا. طيب، هي شكلها ثابت عند كل الناس؟ لا طبعا مستحيل، دي بصمه عين يعني بتتغير من شخص للتاني، فانت لازم تبص وتجيبها من الصوره نفسها. طب انا هلاقي قد ايه في الصوره؟ بص يا عم، لو انت بترسم صورة يعني واضحة جدا جدا وفظيعة، بس انت بترسم واحد الصورة لقطة من عند راسه لغاية مثلا صدره كده، فانت بتتكلم ان انت اصلا مش هتشوف الخطوط دي غير حاجات قليلة جدا، ممكن تشوف 2 3. بس لو في صورة بقى متصورة للعين من قريب، العين بس، فساعتها انت بتشوف الخطوط اللي جوه بالتفصيل، وساعتها بتكون لوحدك كلها هي العين، فانت بتحاول ان انت تبدع فيها وتكتر فيها التفاصيل اكتر، فتبدأ ترسمها بالظبط من الصورة. بنبدأ نعمل افكتات بقى وحاجات كده يعني تعمل شغل في الرسمة بتاعتي. لو انا عايز اعمل انعكاس مثلا للرموش، لما اجي ارسم الرموش من فوق من هنا انعكاسها جوه النن بتاعي، لو في انعكاس لشخص واقف مش بترسم شخص او حاجة، يعني انت بتيجي تعمل مثلا كده اللي هو حتة بس غامقة والكلام ده كله، فانت مش بتعمل شخص واقف فعلا. جوه العين، الكورة اللي هي جوه العين دي كورة وعليها إضاءة جاية من الوش، فعندي لازم يكون الجناب بتاعتها غامقة والنص بتاعها منور، صح؟ فأنا هبدأ أظلل من الجناب من هنا من غامق، وهبدأ أطلع في النص واحدة واحدة لأفتح، بس بدرجات عاملة إزاي بقى؟ جوه العين هظلل بدرجة عاملة إزاي؟ فاتحة أو غامقة؟ على حسب الصورة. بص بقى، عشان في ناس بتعمل كارثة إن ده بياض العين فلازم أسيبه أبيض، ودي غلطة كبيرة جدا جدا جدا. بياض العين ده في اكتر الصور او 3/4 الصور بيكون غامق على فكره، ما بيكونش منور، بيكون منور في الصور بس اللي متصوره في اضاءه عاليه جدا جدا ومعمول لها ايديت بقى وفتحه والكلام ده كله. لكن في الصور العاديه اللي احنا بنتصورها الطبيعي بيكون بياض العين ده متظلل، وفي صور كمان في اضاءه غامقه بيكون بياض العين بنفس درجه النني. يبقى انا ما ينفعش خالص خالص ان انا اجي على بياض العين واسيبه ابيض منور، لا، لازم لازم ابدا ادي التونات فيه ودرجات على حسب درجات الصوره. لو صوره فاتحه ابدا ادي له درجات فاتحه، لو صوره غامقه ابدا اشتغل بايه؟ بتونات غامقه. طيب، في عندنا الجزء اللي هو الجفن ده مش هيرمي ظل برضو على الكوره بتاعت العين، يبقى لازم اعمل جزء تحتيه اغمق شويه كده اهو تحت الجفن، علشان برضو يبدا يقول لي ان العين دي او الجفن ده بارز عن الكوره، الكوره دي داخله جوه العين، فاهمين كده؟ طيب، القناة الدمعية بتاعتي، القناة الدمعية بيكون لونها مختلف، يعني هي واخدة لون أيا كان بقى أحمر أو بينك، اللون بالنسبة للأبيض بيكون إيه؟ أغمق، يعني لو أي لون لو قلبناه أبيض وأسود بيكون أغمق من الأبيض. طيب، يبقى أنا لازم أدي للقناة الدمعية تونات أغمق من بياض العين، ما ينفعش إن أنا أخليها هي منورة وأكون مغمق بياض العين، سواء كانت الصورة بتاعتي بقى غامقة أو إضاءتها غامقة أو الكلام ده كله، لازم ابين ان القناه الدمعيه اغمق شويه، فابدا اظللها، الجناب بتاعتها بتكون غامقه، الحروف بتاعتها بتكون غامقه كده، وبتبدا تتدرج في النص الفاتح، اوقات بيكون في لمعه جواها، لو في لمعه هعملها. طيب، وبيكون عندي في خط كده حاجه اسمها الطيه الهلاليه، مش مهم اسمها، المهم ان هي في خط كده بيكون موجود جوه اوقات يعني. بس كده. نبدا بقى نكمل عليه فكره الرموش اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. تمام؟ وهكذا. وباقي بقى التظليل اللي فوق ده هنتكلم عنه ان شاء الله ان شاء الله في المحاضرة الجاية. يا رب تكون المحاضرة عجبتكم، يا رب تكون بسيطة وخفيفة عليكم مش تقيلة. تمام، الفيديو انا عارف طويل شوية، بس حاجات مهمة هتعجبكم ان شاء الله،
ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واعملوا شير واعملوا سبسكرايب للقناة عندي لأول مرة تشوفوني، واعمل اللي هو الزرار بتاع الجرس ده دوس عليه، حلو هيعجبك والله. ماشي، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجاية. السلام عليكم.